بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواني وأحبابي في قناة الأسرة للتعليم والمعلومات. النهاردة يا شباب هنتكلم عن الراوتر شرح تفصيل كامل ليه ومميزاته. طبعا الراوتر في ناس ممكن تفتكر الراوتر بتاع النت، لا، الراوتر اللي هو بيشتغل في الأخشاب، في عمليات الأخشاب الحلية والمفخار والفريز، أشكال كتيرة، وده اللي هنتعلمه مع الراوتر وهنعرف كل حاجة عنه بالتفصيل. طبعا في فيديو أنا عامله يا شباب الحاجة اشتريتها منين، والحاجات اللي حد بيشتري من حاجات من على الإنترنت سواء عدد أو أي منتج، فيا ريت تشوف الفيديو ده لأنه مهم جدا قبل ما تشتري أي حاجة من الإنترنت. شوف الفيديو ده. طبعا يا شباب أدي أهو أول حاجة، هنا بقى الكتالوج بتاعه. طبعا ده كلنا عارفين الحاجة، أي حاجة بيجي معاها كتالوج. بسم الله. ده طبعا اهو الراوتر يا شباب، دي القرصه بتاعته اللي بيمشي بيها على الخشب او قطعه المنتج المشغوله اللي انت هتعمل بيها. طيب بيجي معاها يا شباب الحاجات ديت اللي هم الدراعين بتوع الزاويه، بتعديه من هنا كده شباب. بعد الزاوية كده بنركب بقى الدراعات عشان زي ما قلت لكم قلب الزاوية. اهي كده تمام. طبعا يا شباب بقى ميزه الزاويه دي ان هنا متقسمه عندي، يعني انا لو جبت الزاويه وعايز امشي يا دوبك ملي او نص ملي، حاجه صغيره خالص، ببتدي الف اللي هنا دارد عندي زي ما انتم شايفين كده اهو. عندي دي اهي يا شباب بتلف اهي كده خلاص. الزاوية بتبتدي ايه؟ تطلع معايا من هنا كده اهو. لما بلف اللفة كده يا شباب كده لفت معايا نص سنتي. شايفين يا شباب المسافة دي؟ هبص عليها هنا كده اهي، الزاوية بتمشي المسافة دي. فدي ميزة حلوة قوي في الزاوية، لو كنت عايز امشي ملي بالزاوية اخش بيها ملي او 2 ملي او اطلع بيها. شايفين الدايرة اهي كده؟ نبتدي بقى نركبها يا شباب. ابتدي اقرب هنا على المقاس اللي انا
عايزه او طول اللي انا ايه عايزه. دي طبعا بالنسبه للزاويه. بالنسبه للقرصه دي يا شباب بقى، دي لما بكون بعمل حاجه اسطمبه او فورمه ببتدي بمشي ليها، دي بتركب هنا كده، بفك المسامير دي بتركب هنا، دي بتعمل لي نفس خط موازي للخطوط دي. الدايرة دي لما بتمشي حسب رسمة بتمشي معاها بالبنطة دي، برضك هبقى اوريها لكم عملي في شغل لما نيجي هنعمله. نيجي بقى للروتر يا شباب. طبعا عندي دراعين هنا اهو، الدراعين دول اللي انا بمسك منها الراوتر، زرار التشغيل وعندي زرار التثبيت، يعني ادوس ومثبت السرعه اللي انا شغال بيها وابتدي بمشي عليها. طيب عندي هنا اللي هو المفتاح اللوك دوت، ده يا شباب اللي هو بظبط الطول اللي انا عايزه او الارتفاع اللي بنزل بيطلع بالراوتر كده. شباب زي ما انتم شايفين بنزل على الطول اللي انا عايزه، بضغط هنا واقوم نازل وكده اهو. لو سبت كده هيطلع تاني للحجم الطبيعي بتاعه. طيب نيجي الناحية التانية هنا، ده عندي هنا طبعا ماسورة اللي هي شفط النشارة، دي لطرد النشارة. طبعا النشارة بتلف هنا على البلاستيكة وفيها ليها فتحة هنا اهو، وبتشفط من هنا النشارة لو عندك مكنة شفط للنشارة. طيب تعالوا بقى نيجي هنا، ده عندي بنز بيحدد لي الطول اللي انا عايز مثلا بعمل شغل وعايز اقف عنده، اخلي البنز ينزل مثلا عايز نص سنتي سنتي 2 سنتي اللي انا القيمه اللي انا عايز انزلها بالبنطه بتاعتي. طيب لو بصيت هنا يا شباب عندي بنز دوت، ده بيجي مصد في الدراع اللي بيتلف هنا دوت او الاسطمبه دي اللي بينزل يحمل عليها. يعني هنشوف دلوقتي يبقى انا كده عملت مقاس على اعلى نقطه هنا. الكلام ده بيفيد لما بكون بعمل نقر او حليه بتدريج، حاجات نازله بالتدريج مع بعض. يعني بصوا هنا يا شباب اهو كده نزل على المقاس اللي انا عايزه. طبعا في هنا مؤشر بمشي بيه وبيعلمني العمق اللي انا عايزه. لو لفيت دي شويه ده كده عمق اغوط. ايه كده اغوط، بيفضل اغوط اغوط لغايه ما بيديني اخر حاجه هنا يا شباب، دي اغوط حاجه. طيب زي ما قلنا المؤشر دوت ده بطلع وبنزل بيه.
عشان انا بقى قلت لكم البنز هنا بقى بتحكم فيه، ودي بتدي مصد للبنز بتاعي، والمصد دوت زي ما قلت لكم من ايه، ليه تدريج بينزل بيه البنز ده. ممكن انا بقى هنا اعمل البنز ده اهودي شويه لو انا عايز عمق اغلى، بلف دي شويه وبلف الصامولة اللي هنا دي واطلع بيها او انزل بالسن دوت. طيب والزرار اللي هنا يا جماعه شباب اللي هي دوت، ده برضك بيحدد لي العمق بتاعي هنا اللي انا طول المسافه بتاعتي. بصوا بعض يا شباب، يعني انا عايز انزل العمق ايه دوت لغايه هنا مثلا، بربط الراوتر بتاعي كده ومرابط هنا كده، شوف المسافة اللي هينزلها هنا قد ايه، يعني احنا حطينا كده بصوا قيمة صغيرة. طيب لو عايز اطلع اهوي كده شوية، بص دي مدى هينزلها قد ايه يا شباب، اكتر من 70 زائد المصد ده بيساعدني يديني مسافه اكبر. فيعني انا هنا ممكن انزل بالمنطق زي ما انا عايز المسافه اللي انا عايزها. طيب لو في عايز انزل اكتر من كده بنزل بده كده شباب كده، وافك الصامولة دي واطلع بالسن ده او انزل بيه. ده انا لو عايز ازود المسافه بتاعتي شويه تاني، ده طبعا مؤشر انا بظبط عليه القيمه اللي انا عايز انزلها يا شباب. طيب تاني حاجه نيجي هنا بالنسبه هنا للسرعات، عندي من 1 لـ6 سرعات اخر حاجة عندي هنا 6. طيب نيجي والله هنا يا شباب، ده بقى الزر ده بقى فايدته زي الزاوية بالظبط. هنا لو انا عايز انزل حاجة بالملي، يعني بعمل حاجة دقيقة جدا وعايز انزل فيها بالملي والاتنين ملي حاجات بسيطة، برضك بلف من هنا يا شباب وبنزل فيها سنة سنة، ببتدي ألف ده طبعا وانزل بالجزء اللي أنا إيه عايزه. يعني أنا كده شغله أهو كده عايز أنزل سنة، أبتدي هوي وانزل سنة، ألف ملي مثلا 2 ملي، بعمل حاجات دقيقة جدا. طيب كده أدي شرحنا أغلبية الراوتر يا شباب. تعالى بقى للجزء اللي هنا دوت، انا خليتها اخر حاجه عشان هشرح لكم دي بالتفصيل يا شباب. دي عندي مفتاح اللي بيفك ويربط على البنطه، البنطه او الريشه. طبعا انا لما جيت هنا الف الاقي الراوتر معايا، عندي زرار هنا لما بضغط عليه بيمسك لي الظرف بتاع الراوتر دوت. بص يا شباب يعني انا كده بصوا دققوا هنا، هتلاقي الراوتر لما لف كده الراوتر بيلف معايا، اضغط هنا كده كده الصامولة اهي تلف معايا افك او اربط. عشان لسه جديد فده اللي بيمسك لي الموبينه او الظرف، ما نخليهوش تلف وانا بربط المفتاح. تعالى بقى نشوف يا شباب اللاكور دوت اللي جاي مع الراوتر. طبعا اساسي يا شباب البنطه اللي بتركب هنا 12 مللي، احنا عارفين في راوتر بيبقى 6 مللي وفي 8 مللي و12 مللي.
طبعا ده جاي معاه لقب. افرض انا معايا بنطة 6 مللي او 8 مللي وعايز اركبها، هو ما بيركبش غير ال 12، وهركن برضك على الطبيعة. بص يا شباب، لو رجيت اركب البنطة 8 مللي دي هنا هتلاقي فيها بوش مش هتركب معايا. بصوا يا شباب، عاملة فيها ازاي؟ بوش. طيب خدت بقى اللقم دي انها بتديني من 6 مللي و8 مللي اركبها عليها. بصوا يا شباب كده، ركبنا هنا دي كده، اجينا نركبها هنا في الستة، مش هتركب في الستة، هتركب في الـ8 مللي. كده يا شباب ركبت معايا. طبعا طبعا انا ما قربتش عليها، نفكها ونطلعها. هنشوف بنطة تاني نركبها على الستة مللي. بص يا شباب ركبت. طبعا بنطة الشباب دي انا شرحتها قبل كده وقلت في الفيديو اللي كان فات اللي هو بتاع التسوق من الانترنت، لكن اشرحها على طول كده بسرعه. طبعا زي ما احنا عارفين ان في البليه دي او الرمان البلي دوت، دي اي بنطه فيها رمان بلي او بليه زي ما بيقولوا، دي ما بتحتاجش ان انا امشي بالزاويه، دي مش محتاجه زاويه خالص، لانها دي رمان بلي دي تعتبر بقيمه زاويه، دي بتمشي مع الشغل. طبعا الراوتر بيلف كده، فهي بصوا يا شباب دي بتمشي مع الخشب، فدي مش محتاجه زاويه. نفس الحكايه دي بقى، دي ملهاش بقى رمان بلي من هنا زي دي او دي، دي بتحتاج زاويه، دي لازم اركب لها زاويه يا شباب، دي بيمشي بيها. دي بقى ما اركبلهاش زاويه امتى؟ لما بكون بعمل مسحار او شكل مفتوح قدامي، لكن بعمل شكل مفحار درج او اي رسمه او بسطوم او حاجه لازم يكون في زاويه. لكن لو ما في شغل زي هوريهم لكم دلوقتي واحنا شغالين، دي ممكن لو شغل مفتوح اعمل من غير زاويه واشتغل بيها، وانا هوريها لكم في فيديو جاي ان شاء الله. وادي راوتر النهارده يا شباب، وده فيديو النهارده، معلش كان الفيديو كان طويل شويه، بس انا عشان اقدر لكم اشرح لكم الراوتر كده المميزات بتاعته وازاي يعني اعمله وازاي نطلع بالبنز وازاي نوطي وازاي نشتغل بيه. ان شاء الله نلتقي في فيديو قادم باذن الله يا شباب، ازاي هنشتغل مع بعض بالراوتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.